حاليا انا قفلت الصفقه، كانت صفقه لايف على الباوند ين، نزلتها كمان لايف، بس المشكله كان في مشكله في برنامج اللايف. المهم الحمد لله بفضل الله التحليل مش في صالحي، نزل 55 نقطه او اكتر تقريبا، ولكن للاسف السعر ضرب، الصفقه ضربت الدخول. انا كنت مأمن على الدخول، انت تشوفوها في المقدمه في الفيديو. الدروس المستفاده من الصفقه دي ان الزوج زي الباوندين بيتحرك بشكل يومي من 50 ل 90 نقطه او اكتر، بس تريد يومي، تداول اليوم عليه ب 50 نقطه 90 نقطه وبيصحح. المفروض ان انا اللي انا اتعلمه ان انا جبت 50 55 نقطة خلاص، اطلع يا اما في نص العقد واسيب نص العقد التاني، او اطلع كليا. يعني انا راجل شغال انتراداي ب 90 50 نقطة، فان اجيب 50 نقطة بدون انعكاس وبدون ما اقعد في السوق كتير 3 ساعات، 3 ساعات تقريبا او ساعتين، فده فضل من ربنا كبير. يعني دي الدروس المستفادة. طيب انا دخلت ليه تحليل، دخلت ليه باع الباوندين؟ انا مش طالع اقول انا دخلت كسبت 55 نقطة، لا، انا طالع اعلم الناس اللي ما بتعرفش تحلل انا حللت ازاي ودخلت الصفقة ازاي. اولا معادلة احجام السيولة، بعيد خالص عن الفيليوناتشي او الفيبوناتشي. هو هبط ليه؟ هبط لان هو على اليومي اتجاه صاعد ونزل يصحح، خد موجة تصحيح 400، بعد كده صعد 400 زيهم 488، بعد كده نزل 400، بعد كده دلوقتي ايه المفروض يحصل هنا؟ انا هنا حسبت التصحيح بتاع الموجة الهابطة دي، بما ان هو مكمل هبوط. طيب هو مكمل هبوط ليه؟ لان هنا صعد موجة صاعدة 600 تقريبا، 600 لو جمعنا دول على بعض يجوا 800 تقريبا او 700. طيب 700، وبعد كده خد الموجة الامتداد بتاعته، خد أكتر من 1600 نقطة، دي الموجة ودي الامتداد، خلاص كده دخل في أمواج تصحيحية. فأنا ربطت الأمور كلها ببعض عشان خاطر تعرف أنا بمسك الزوج إزاي من على اليوم الأول. يعني أنا عشان أدخل صفقة بيع من على الفريم الساعة ب 50 نقطة جمعت التحليل بتاعي على اليوم. تمام. دلوقتي هو نزل 400 نقطة، جبت الآلة الحاسبة بتاعتي 402 نقطة على النسبة الذهبية بتاعتي، قال لي كام؟ 19,000 ايه؟ أو معلش أنا آسف ضربت غلط، 402 على النسبة، قال لي 450، 448، بس أنا أقول 450 أقفلهم رقم صحيح على طول، 250 نقطة، 250 نقطة جابهم بالظبط. 250 نقطة، تمام، 250 نقطة، صعد عليهم 10 نقط بالظبط وهبط. أنا كنت بايع من هنا ولكن ما نزلتهاش لايف أو صورتها، ما كنتش فاضي الصراحة، فقلت أطلع بقى إيه أصور معاكم لايفات ويبقى في حماس أكتر. نزل هبط خلاص، أنا كده أخدت الموجة، قلت خلاص كده أي شراء هاخد منه بيع تصحيح على طول، بيع للاتجاه العام. طيب هنا المفروض الامتداد بتاع الموجة دي، انا متعود كده اول حاجة بقول له تعالى، باخد الموجة دي 402 نقطة، بنسخها من اخر قمة حصلت وجي بعدها خلاص. بص هنا جه عمل ايه؟ ما انا للاسف ما خدتش بالي خالص، انا قلت خلاص، يعني انا قلت هيصحح وبعد كده ينزل يكسرها خلاص، لان ده مش بس، هي للاسف اول مره يزورها فيعرف ان هيحصل منها تصحيح. انا شارح الكلام ده كتير وللاسف بتعلمه معاكم حاليا برضه، اول مره يزورها اعرف انه هيعمل منها تصحيح، لو تاني مره احتمال يكسر على طول. طيب دلوقتي هو جه هبط، انا خدت 55 نقطه اول ما لقيت الاشاره على الربع ساعه، على الاشاره على الساعه قصدي، خدت منه 55 نقطة. طب أهدافي كانت فين؟ أنا هدفي لو أنا كنت بعت من فوق هنا كان هدفي أول نقطة يعني. طيب تاني هدف عندي الموجة دي والامتداد، يبقى أنا كده أخد الزوج ده كله بيع شراء سكالبينج 30 20 نقطة، لأن هو بيصحح في الرينج ده، وبرضه استخدم النسبة الذهبية معاك، بيع خد 50 ل 90 نقطة. تمام، هو يعني شوف انت عندك 400 نقطة بيع. طيب انا دلوقتي داخل ايه تاني؟ انا داخل صفقات بيع على الذهب ومصورة لايف وبإذن الله هطلع بيها، بس اظبط البرنامج البث.
انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لكم النجاح، وباذن الله قريب جدا هطلع نطلع لايف مع بعض عشان خاطر يبقى في حماس وشغل مع بعض.